السلام عليكم. ان شاء الله بما ان بكره هيبقى يوم 6 اكتوبر فالفيديو ده هيتكلم عن شويه كلمات كده خاصه بالحرب والانتصارات والكلام ده كله بس بالانجليش. حرب اصلا يعني war. تاني هو war. الحرب دي في كذا نوع، فمن اشهر انواع هو الكولد وار. كولد وار دي كده حرب بارده، هي حرب في الغالب مبقاش فيها يعني تدمير واسلحه ودم والكلام ده كله. تاني حاجه هي السيفل وار. سيفل وار دي حرب اهليه، مش شفتي فيها الحقيقه، حرب اهليه. سيفل وار كلمه صراع ليها كذا كلمه، يعني مثلا عندك كونفليكت، ها كونفليكت، وكمان عندك ستراجل. تاني ستراجل يحارب يعني فايت او دي معنى يتشاجر كمان فايت. بص جيش يعني ارمي ها ارمي. والجيش البحري بقى بنقول عليه الاسطول البحري يعني اسمه نيفي. يبقى ارمي نيفي. ودول طبعا بيبقى جواهم بقى الرانكات كلها او الرتب كلها، هنتكلم ان شاء الله عنهم في فيديو لوحدهم، بس هنتكلم جندي يعني سولجر ها سولجر. مره كمان سولجر. الاعداء بنقول عليها انيميز مش انيميز. بص انيميز يبقى سولجر جندي، انيمي عدو. الشخص الجريح بنقول عليه wounded. الحدود يعني borders ها مره كمان borders. احتلال يعني occupation. تاني occupation. وثورة يعني revolution. بلاش revolution ها revolution. اللهم احفظنا. ثورة يعني revolution. وعلى وزنها في كلمة solution، هي مش solution اللي هي حل، solution. وبالمرة يعني اقولها لك كده solution، يبقى revolution مش revolution. السلاح يعني weapon. تاني weapon والO N بص N weapon. في اسلحة heavy في اسلحة light، يعني في اسلحة heavy تقيلة واسلحة لايت. برضو ان شاء الله يكون في فيديو كده لواحد بيتكلم عن انواع الاسلحة او نطق الاسلحة بالانجلش. يهجم يعني اتاك ها اتاك. وعكسها يدافع يعني ديفنس ها ديفنس. عندي بقى الصاروخ يعني روكت او بنقول عليه ميسايل ها روكت او ميسايل. المسدس اسمه بيستل. بيو بيو بيو. القنابل اسمها فاكر البومب اللي كنت اسمها بومب. والبندقيه اسمها رايفل. السياره المفخخه بقى بتبقى كار بومب. الاسلحه النوويه بقى اسمها not clear weapons. تاني not clear weapons. فيها اسلحه بقى بتبقى اسلحه كيميائيه اسمها ايه chemical weapons. تاني chemical weapons. لما بتكسب في الحرب فالانتصار اسمه ها اسمه ايه بقى victory. وبعد الشر طبعا الهزيمه اسمها defeat. يبقى victory defeat. قوات يعني forces. فدي طبعا في منها القوات المسلحه armed forces. قوات الجويه يعني air forces. تاني air الاربوس air forces. والدبابه اسمها tank. تاني tank. فالتانك ده اللي هو التانك اللي هو الخزان او تانك اللي هي دبابة برضه tank. القنابل بقى المثيلة للدموع هي اسمها tear gas bomb. كده قنابل مثيلة للدموع. طيب الرصاصة اسمها bullet او ممكن اقول bullet. في بقى رصاص مطاطي هو ده نوعه، فهو اسمه ايه بقى rubber bullet. يعني رصاصه ايه مطاطيه. والرصاص الحي بقى اسمه ايه live ammunition
امينيشن لايف امينيشن. طبعا في كلمات كتير جدا 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 بس انا حاولت انقي اكتر كلمات شائعه يعني بس كده. فالعربي الفيديو ده ما تنساش تشير الفيديو ومنشر لاصحابك تشير على الفيديوهات القديمه وتستنى الفيديوهات الجايه ودايما بص على اول كومنت عشان بسيب لك فيه بوت تعليمي بالانجلش بيديك معلومه كل يوم بصوت.